السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب عبد الرحمن صالح الجهني. إن شاء الله اليوم بشرح طريقة إيجاد الـ Average Value من الـ Pulse Waveform. القانون يقول الـ Baseline زائد الـ Duty Cycle مضروبة في الـ Amplitude. كيف نوجد الـ Baseline؟ الـ Baseline هو بداية الدور أو بداية الـ Waveform. لو نلاحظ هنا بدت من 5 فولت، فهذه هي قيمة الـ Baseline 5، سواء كان موجب أو سالب، لكن هنا عندنا موجب 5 حطيناه موجب 5. الديوتي سايكل التي دبليو على التي، لو نلاحظ التي دبليو هذا الجزء من الدورة اللي هو تقريبا من 2-3 بقيمة 1، أما التي كابيتال هي قيمة الدورة الواحدة كاملة، يعني من هنا مثلا إلى هنا اللي هي تقريبا 6. بعدين نقول 1 على 6 يطلع 0.17 تقريبا. والأمبليتيود من البيس لاين نقدر نقول إلى أعلى قيمة اللي هي 10 تقريبا. لو نلاحظ 10 ناقص 5 يعطيني 5، فهذه قيمة الامبليتيود. نعوضها في القانون حقنا يطلع الناتج بقيمة 5.85 فولت.